أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء أمس بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة. أعرب خلاله سموه عن خالص التهنئة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه، راجيا سموه من المولى عز وجل أن يديم عليه دوام الصحة تمام العافية ويحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن خالص شكره وتقديره على هذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه موفور الصحة والعافية.